يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة خلف من يقنت دائما في صلاة الفجر ويتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نوي مسجد آخر، إذا كان يمكنه يلقى مسجد آخر فهو يذهب إلى المسجد الذي ليس فيه بدعة، وإذا لم يجد فإنه لا يترك الجماعة، يصلي معهم صلاة صحيحة إن شاء الله، والإثم على الرجل الذي أتى بالبدعة، لكن لا يترك الجماعة، يصلي وحده. نعم.